دكتور دوكوف اسمه اسمه روبرت دوكوف اسمه الرجل ذا. قال لي وعملت دكتوراه وأول واحد وقريت وعملت وجاوني ناس باش يهودنيوني أول واحد قال لي دكتور قلت له لا بليز كول مي روب دونك ايمان ايمان اليوم باش نحكيو على ان سوجي يهم الناس كل يعني وانا اعطيت شويه لمحه لان فما عباد يسون كاري في امخاخهم فما عباد ماهمش قابلين الراي الاخر يقول لك انا متشبث برايي ومهما كان حتى حد اللي نجم يغير في ذاتي دونك كيفاش نجموا نحن تكون عندنا وسيله سلسه انه نوصلوا معلومه نقنعوا الناس هذوما باش يتمشاو معنا ويتعايشوا معنا سورتو يظل لينا منهم انا كاري خاطرني كان طول اي انا مانيش متاكده كان سليمه وليث ومكي وفرح اليوم معناتها موضوع اليوم يهمهم مانيش متاكده اما ممكن ولكن تحبوا تقنعوا الناس بافكاركم تحبوا توصلوا ارائكم للناس تحبوا تروجوا منتوجاتكم ولا مثلا البرنامج نتاعكم نقعدوا مع بعضنا شوي باهي الحاجه اللي لازمنا نعرفوها على الاقناع اللي المخ الذي يقرر ماهوش المخ العقلاني داكوغ المخ نتاعنا فيه ثلاثه اجزاء الجزء الاول اسمه الدماغ الدماغ السحليه بالعربي اللي هو سيرفو ريبتيليان ولا دماغ الزواحف الدماغ هذايا عنده قدره هائله على معالجه المعلومات ابوبري 25 الف مره الدماغ العقلاني ولا المنطقي الدماغ هذايا ما هو عاطفي ماهوش منطقي ونحن عندنا نحن وعند الحيوانات الكل الزواحف وكل هو اقدم دماغ به وفما الدماغ المتوسط اللي هو دماغ ثدييات زيادة كيف كيف عاطفي والدماغ العقلاني ولا الجزء من الدماغ العقلاني اللي هو القشره الدماغيه ولا الكورتكس سيريبغال اللي هو الناصيه هذيا تبدا موجوده هنا قشره رقيقه برشا هي العقلانيه وهي اللي تميز البشر على باقي المخلوقات والحيوانات الحاجه اللي نعرفوها على القرار انه القرار ما يتخذش بطريقه عقلانيه كل قرار ناخذوه هو عنده سبب عاطفي. اما نحن باش نلقاو تعله باش نقولوا ما هو على خاطر وفاولي الفلوس ما هو على خاطر يلزمني نتعدى قبل لنجي لهنا. كي نعرفوا هذاك يلزمنا نحن باش نقنعوا حد اخر نتكلموا اكثر لغه العاطفه كلغه العقل. مثلا حبينا نقنع ليث باش يتعلم الانجليزيه وهو نقولوا اللي هو ما عملش الياس بروجرام ونقولوا اللي هو ما يحكيش بالكل انجليزيه وهو ولد اختي مثلا هاي كان نقولوا ليث بورقيبه سكول راهي باش تحل في الولايه نتاعك وراني سايق قيادتك تمشي نهار الثلاث الخمسه ونهار الخميس الاربعة باش تمشي مخر عليا وكان نقول لك ليث انت تحب تفرج في الافلام اللي تحبهم الكل باللغه الاصليه نتاعهم نتصور هاي بالطبع تحب تفهم الغنيات لي تيوب دو ليتي وكل تحب تفهم شنو الكلام تاعهم تحب تحكي مع الناس كل بنات واولاد في العالم اجمع اي تحب نهار اخر تسافر باش تقرا لبرا وتتواصل مع الناس كل بسهوله ماذا بيا فما البرجي بس كل حلت في الحومه نتاعك قيدني مال اي الطريقه هذه باش نتعلموها سهله على الاخر اول حاجه نقولها باش نقنع فرح انها تجيب حذية تاخذ برانش في داري بعد غدوه ما نقوليش راه بعد غدوه تقول لي ليه نخدم نبدا ديما بعلاش اي علاش ممكن تجيب حذية هل تحب نحكيو في المحتوى نتاع الخدمه اللي باش نخدموها مع بعضنا تحب نقدم لك صاحبتي اللي هي عندها حل ما نعرفش مشكله البلومبيي اللي عندك في الدار علاش باش تجيب حذايا اول حاجه علاش ومن بعد كيفاش ومن بعد شنو دونك علاش كيفاش وشنو كيفاش وشنو انا نحب نبيع لك المرايات هذوما كان نقول لك راي الماركه هي شنو الماركه ذي فاتيما لوبيز وشنو هي ال 120 الف واستعملتها 6 اشهر برك ماكش باش تشريها خاطر بديت بشنو هو البروجي اما كان نقول لك علاش انا اوبتيسان
وعلاش؟ خاطر انا نمن اللي كل صغير في المدارس لازم يشوف بالقدا، كل انسان في الشارع لازم يشوف بالقدا. هذاك علاش حليت حانوت نتاع اوبتيسيان، وعندي اثنين، واحد في سوسه واحد في تونس، وعندي برشا اسوام. اما الحاجه اللي تمشي معاك يا فرح هي هذه 120 دينار، والماركه هذه تمشي بالقدا مع الستيل نتاعك. هكاك نكون مقنع اكثر. وهذاك هو واحد من اسرار الاقناع، انه ترتيب المعلومه. كي تاخذ انت ابل مثلا، ابل عمرهم لا في الببليسيتي نتاعهم يقول لك 14 بوس ولا 2 بوس ولا 7 بوس، ولا ما يحكيلكش على الكاركترستيك تكنيك. يحكي لك على قديش هما يحبوا الابداع، وقديش هما يتشالنجيو في الشيء القديم، وقديش يمنوا بالمبدعين. ومن بعد يقول لك كيفاش حتى صنعوها. ومن عند ابل تشري اورديناتور، وتشري تليفون، وتشري ايباد وقتها، الوغ من عند شركه واحده اخرى ما تشريش. تقول اش دخل هذا في هذا يا اخي؟ علاش باش نشري تليفون عند شركه نتاع اورديناتورات؟ تشري تليفون ديل انت؟ تقول لي ناخذ مارتان لوثر كينغ، حكينا عليه في مره اخرى، بدا اي هاف ا دريم، عندي حلمه. ما بداش باش نبدلوا الارتيكل 160 في كود دو ستاتيو بيرسونيل نتاع ولايه الكانساس. بدا علاش؟ شنو هو؟ اول حاجه علاش ممكن اعطيني حاجه تحب تقنعني بها باش ناخذ اكزامبل كونكري. اللي كل واحد لازم يحترم مبادئ الاخر. بيعطيني حاجه اكثر شويه. لا بالحق، معناتها انه اليوم المشكله في التعامل مع الاخر. كل واحد متشبث بفكره ويحب يفرضها على الاخر، الوغ كو من غير ما تحترم لازم تحترم شخصيه. قعدت انت متشبثه بنفس الاكزامبل. اوكي، هاي باش نمشي معاك. قلت لك في عوز ما نقولوا يلزمك تحترم راي الاخر. هذا وين تحب توصل انت بيه؟ ما نبداش بشنو تحب توصل، نبدا بعلاش احترام راي الاخر باهي باش نعيشوا مع بعضنا. تحبوا تعيشوا مع بعضكم بسلام؟ تحبوا تعيشوا فرحانين؟ تحبوا ولادكم يعيشوا في بلاد فرحانه؟ ما فماش واحد ما يحبش ولاده، ما فماش واحد ما يحبش بلاده. تحبوا بلادكم تزدهر والقوى الكل تترابط والبلاد؟ هانا بدينا بعلاش تو كيفاش باش نعيشوا مع بعضنا؟ عايزين نكتشفوا مع بعض، نكتشفوا بعضنا. يلزم ولاد الجنوب يسافروا للشمال، ولاد الشمال يسافروا للجنوب، هاو كيفاش؟ ولا تعمل اي انيشيتيف انت، كلكم يلزمكم تسمعوا اي اف ام، هكاك نجموا نتعايشوا مع بعضنا. صحيح. ومن بعد في الاخر بالكل، والنتيجه هي اننا نعيشوا مع بعضنا. ترتيب المعلومه في الاقناع مهمه برشا، ديما تبدا بعلاش، كيفاش، ومن بعد كيفاش نوصلوا للنتيجه هذه، ومن بعد شنو. هذايا أول حاجة في الإقناع. الحاجة الثانية اللي يلزمك ديما تخلي الباب محلول. كلمة يلزمك اللي أنا توا قلتها ماهيش باهية في الإقناع. في عوض ما نقول لك ماكي يلزمك غدوة تجي حاجتي بيك، نقول لك تنجمش غدوة تجي. ممكن كان شنو هما الإمكانيات نتاعك؟ شنو هما لي زوبسيون؟ ديما كي تخلي وتنجم زادة تعمل الحاجة اللي أنا عملتها أول ما بديت، اللي هي مش متأكدة كان أنت الموضوع اللي باش نحكي لك فيه يهمك، ولكن تحب تحسن في قدرتك على الإقناع. أي معناتها تخلي أوبسيون محلولة. آخر حاجة باش نحكيو عليها في الإقناع، أنك مهم ياسر تسمع الآخر قبل تعطي رأيك. خاطر كيف تسمع بالكدا شتر الحاجات اللي كنتش تقنع بهم يتيحوا في الماء. الاقناع ماهوش كيك بوكسينغ، ماهوش تشكب عليا ونشكب عليك. هو بالعكس كيما جودو ولا كيما الدانس. يلزم تتبع 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 باش تنجم تقود. من بعد ما تنجمش تقود هكاك على الخوا، خاطر تجي الحكايه ماهيش في الويد، تجي قوه. والاقناع ماهوش قوه، هو خاطر العقل الباطن اللي نحكيو عليه، العقل اللي قرر اللي هو عاطفي، ما يخدمش بالقوه، يخدم بالعاطفه. هل انا حسيت اللي كي نتبعك في الراي نتاعك باش نتحسن، حسيت اللي حاجه باش تجيب لي نتيجه؟ اي به. توا اخر حاجه قلنا علاش وكيفاش وشنو. لعلاش يلزم تقصد المخاطب نتاعك. انا كي حكيت مع ليث ما قلتلوش علاش نتاعي انا، لينا لمصلحتي انا، اما لمصلحته هو. تحب تفهم الغنيات؟
ما خدلوش تحب تفرحني تحب تفرح خالتك اي وي سيغتيمون دونك نحن باش نحوصلوا للاقناع لازم ثلاثه اسئله يكونوا موجودين علاش كيفاش وشنو ونستعملوا العاطفه مش نستعملوا نستعملوا كوتي ايموسيونيل معناتها مش نستعملوا العقل باش بور بيرسوادي لوتر انه يمشي في الثنيه نتاعنا وما لازمناش الالزام الالزام لا للالزام صحيحه باش نعقب تعقيب صغير مش ما نستعملوش العقل اما العقل في اخر مرحله مرحله الاولى علاش هي ماهيش مرحله عقلانيه المرحله الاخرانيه شنو نحب وقت عقلانيه تجيب حذايا نهار 3/9 هذيك عقلانيه معناتها لي زانفورماسيون هذاك الترتيب هو المهم مش العقل مش مهم الترتيب هو المهم علاش كيفاش وشنو يعطيك الصحه ايمان بخوش نمشيو بوب ومن بعد راجعين